الفوم شوك تاع اليوم فيه حاجة جديدة، قلبه معمر بالشوكولا وتاني يجي طريب زيادة. والطريقة اللي خدمت بيها تخلي لكم الشوكولا ما يخرج في الفوق ما يتحرق، والحلوة ديالكم تطيب على حبة. ونبدأ الوصفة ديالي بلا مارغارين والسكر غلاس، نخلطهم مليح ونزيد عليهم زوج صفار بيض. نطلع كلش مليح ونبدأ نضيف فارينة ماما تي 55 المتعددة الاستعمالات، ونضيف عليها لا ليفور، قرصة تاع الملح ولافان. نزيد الكاوكاو اللي يكون محمص ومرحي رقيق، كيما تقدروا تضيفوا نوع المكسرات اللي حبيتوه. ونزيد غير شويه فارينه ونخلي لاباط تاعي تقعد طريه كيما راكم تشوفوا فيها. نحي منها زوج مغارف كبار ونخليهم على جنب، ونكمل نلمها بالفارينه. والخليط اللي كنت خليته نزيد عليه زوج مغارف كبار تاع الشوكولاته تختيني، ونكمل نلمو بالكاوكاو اللي يكون مرحي شويه خشين. تتولي العجينه نقدر نتحكم فيها ونشكلها دوائر. نوزنهم 15 غرام ونحطهم في الكونجيلاتور نص ساعه. نزيد نوزن العجينه 30 غرام، نحط في قلبها لي بول تاع الشوكولا اللي كنت خرجتهم من الكونجيلاتور، نغلقها مليح وندورها حتى تولي ليس. وكي نكمل نجوز الحبات ديالي في بياض البيض، ومن بعد نرمدهم في الكاوكاو اللي يكون مرحي خشين. نحطهم في بلاطو اللي يدخل للفوق، وندلهم الفوق اللي سوغيز ونلصقهم بياض البيض، وندخلهم يطيبوا على 170 درجة. وغير تشوفوهم صفارو من تحت خرجوهم باش ما تنشف لكمش كامل الشوكولا الداخل. وكي نخرجهم كل حبة نرمي عليها مغرفة تاع العسل، وما تنساوش ما كاين غير ماما اللي تعرف لها.